شروط جديدة وضعتها كومبيس فرانس حتى تقبل طلبة الدراسة بفرنسا. مرحبا بكم في قناتكم مي السالمية عزو بروف. قبل البدء ادعمونا بالاشتراك في القناة. فرنسا هي الوجهة الأولى للطلبة الجزائريين لإكمال القراية في الخارج والانفتاح على العالم، ولفعل ذلك لابد من المرور عبر مكتب كومبيس فرانس في البلد انتاك ليعتبر وسيط بينك وبين الجامعات الفرنسية. لأنه قبل بدء مرحلة الفيزا رايح يعاونك هذا المكتب في ترتيب الأوراق الخاصة نتاع الجامعات، ويشترط اجتياز امتحان TCF نتاع اللغة الفرنسية. نأتي الآن لشروط جديدة اللي دارتها هيئة كومبيس فرانس باش تلقى طلبة دراسة نتاع طلبة زيريين ويحصلوا على موافقة الجامعات الفرنسية. أولا، الطالب المترشح اللي حاب يقرأ فرنسا لازم ما يكونش عاود سنة أكثر من مرة في الجامعة نتاعو. ثانيا، يكون حصل على مستوى بيئة على الأقل في الفرنسي، ويتقدم للحصول على L3 و MA و M2 وإلا كان طالب سنة أولى ماستر. وثاني معدل نتاع الباك 12 على 20 على الأقل 12/20 مع 3 سنوات نتاع دراسته الثانوية بلا ما يعاود سنة، وهذا يخص أصحاب طلبة القبول الأولي داب. أما بالنسبة لتواريخ إرسال طلبات وتواريخ إجراء المقابلات، فقد حددت كومبيس فرانس تاريخ 4 ديسمبر كآخر أجل لإرسال الطلبات، فيما تم تحديد تاريخ 9 فيفري كموعد لإجراء المقابلات الخاصة بهم. حظ موفق لكل الطلبة. Bonne chance.